إذن ننتظر دخول الأمهار دخولا جماعيا الآن. So waiting from the sign from our ringmaster, Dr. Bassem Badr. ويدخل أول مهر رقم 107 على أن تدخل بقية الأمهار الواحد تلو الآخر. نقول يا مرحبا. يدخلون الآن الواحد تلو الآخر حتى تتمكن لجنة التحكيم من أخذ نظرة مبدئية عنهم. ما شاء الله تبارك الرحمن. أفضل الجياد هنا على أرضية ميناء الدوحة القديم. يا هلا ومرحبا بهالجمال. ونسأله من وين ويقول من مرابط عز واسماء كبار. الله يعز الخيل ويطول بعمر أربابها. So we have 8 junior colts competing for the top 6. إذن 6 أمهار
أو ثمانية أمهار لدينا على أرضية الميدان. يبحثون عن المراكز الست الأولى. نتمنى لهم كل التوفيق ولملاكهم. Thank you for all the handlers. شكرا للعارضين. الان ان شاء الله ننتظر دخول الامهار دخولا فرديا. And now waiting for the first horse to come back. المهر رقم 107 كل التوفيق. الله على جمال الخيل وجمال البحر. ومين يلوم القلب في حب الخيل والبحر كأنه يلوم الأرض في حب المطر. ما شاء الله تبارك الرحمن.
Thank you, 107. شكرا للمهر رقم 107 في انتظار المهر التالي. ونقول مرحبا بالمهر 110، كل التوفيق. Here we have number 110. Now we stay with marks for horse number 107. For type 19, four times 19.5, 19, 19.5, 19.5, 19. والآن مع علامات المهر رقم 107 الهوية العربية 19 19 ونصف أربع مرات، 19 19 ونصف مرتان، و19 Head and neck, 18.5, 19.5, 19.5, 18.5, 19, 19.5, 19, 19.5, and 19. الرأس والعنق 18 ونصف 19 ونصف مرتان، 18 ونصف 19، 19 ونصف 19، 19 ونصف و19. Body, unanimous 18 from all the judges. الجسم 18 من قبل جميع الحكام. Legs, 2 times 15. 4 times 15.5, 14.5, 15.5, 15. القوائم مرتان 15, 15 ونصف 4 مرات, 14 ونصف, 15 ونصف, 15. And for movement, 19, 2 times 19.5, 19, 2 times 19.5, 20, 19, 19. الحركة 19, 19 ونصف مرتان, 19, 19 ونصف مرتان, 20, 19 مرتان. The total marks for horse number 107, Shagran Azaim, owned by Adwasser Stud from the state of Qatar, is 91.07. 91.07. مجموع علامات المهر رقم 107 شجران الزعيم ملك مربط الدواسر لدولة قطر 91.07. ونشكر المهر رقم 110 والشكر موصول للعارض ونستقبل المهر التالي على أرضية الميدان. Next one please. Here we have number 112. مع المهر رقم 112 كل التوفيق. Now marks for horse number 110 for type 19.5, 19.5, 20, 2 times 19.5, 2 times 19, 19.5, 19.
مع علامات المهر 110 الهوية العربية 19.5 مرة 20 19.5 مرة مرة 19 19.5 و 19 Head and neck 19 2 times 19.5 and 6 times 19 رأس والعنق 19 19.5 مرة و 6 مرات 19 Body 18, 18.5, 17.5, 3 times 18, 18.5, 18, 18.5. الجسم 18, 18.5, 17.5, 3 مرات 18, 18.5, 18 و 18.5. Legs 15.5, 14.5, 3 times 16, 50.5, 15, 2 times 15.5. القوائم 15.5 14.5 16 ثلاث مرات 15.5 15 مرتان 15.5 And for movement 19.5 20 20 3 times 19.5 20 2 times 19.5 الحركة 19.5 20 20 19.5 ثلاث مرات 20 و 19.5 مرتان The total marks for horse number 110, Bahi Al-Jaham, and it's owned by Al-Jaham Stud from the state of Qatar, is 91.75. Sorry, 91.79. مجموع علامات المهر رقم 110 باهي الجهام ملك مربط الجهام لدولة قطر 91.79 ونقول شكرا للمهر على أرضية الميدان الذي يغادر الآن هو والعارض ونستقبل المهر التالي. Ready for the next one. Number 113. المهر رقم 113 كل التوفيق. Next we have marks for horse number 112. For time, 3 times 19.5, 19, 2 times 19.5, 19, 19.5, 19. الآن مع علامات المهر رقم 112 الهوية العربية 19.5 ثلاث مرات 19 مرتان 19.5 19 19.5 و 19 Head and neck 3 times 19 18.5 19 19.5 2 times 19 18.5 رأس والعنق ثلاث مرات 19 18.5 19 19.5 19 مرتان و 18.5 Body 4 times 18, 17.5, 18.5, 18.5, 18.5, 17.5. الجسم 4 مرات 18, 17.5, 3 مرات 18.5 و 17.5. Legs 15.5, 14.5, 15.5, 15, 14.5, 15.5, 15, 15.5, and 15. القوائم 15.5 14.5 15.5 15 14.5 15.5 15 15.5 و 15 And for movement 19.5 18.5 2 times 19 19.5 19 19.5 19 18.5
الحركة 19.5 18.5 19 مرتان 19.5 19 19.5 19 و18.5. The total marks for horse number 112, Habab al-Shagab, and it's owned by Sheikh Hamad bin Ali al-Thani, is 90.57. إذن مجموع علامات المهر رقم 112 حباب الشقب ملك الشيخ حمد بن علي الثاني لدولة قطر 90.57 ونقول شكرا للمهر رقم 113 وللعارض ونستقبل المهر التالي على أرضية الميدان. Thank you 113. Ready for the next one please. Here we have number 114. Next, we have marks for horse number 113. Type 20, 20, 20, 20, 20, 90.5, 20, 20, and 20. الآن مع علامات المهر رقم 113 الهوية العربية 20, 20, 20. 20 20 ما شاء الله تبارك الرحمن 19.5 20 20 و20 head and neck 3 times 20 90.5 20 20 90.5 20 20 الرأس والعنق 20 ثلاث مرات 19.5 20 مرتان 19.5 20 مرتان Body, 19, 80.5, 18. Four times, 80.5, 18, and 18.5. الجسم 19, 18 ونصف, 18. أربع مرات, 18 ونصف, 18 و18 ونصف. Legs, 50.5, 15. Four times, 15.5, 15. 15.5 and 15. القوائم 15 ونصف 15 15 ونصف أربع مرات 15 15 ونصف و15 And for movement 90.5 19 90.5 19 4 times 90.5 and 20 الحركة 19 ونصف 19 19 ونصف 19 19 ونصف أربع مرات و20 The total marks for horse number 113 D. Shahar, owned by Dubai Arabian Horse Stud from the United Arab Emirates, is 93.14. And of course, it takes the lead. إذن مجموع علامات المهر رقم 113 دي الشهار ملك مربط دبي للخيل العربية من دولة الإمارات العربية المتحدة 93.14.
announcing that handler for horse number 114 got a yellow card due to not following instructions by the ringmaster. نود التنويه بأن العارض صاحب رقم 114 حصل على كرت أصفر لعدم اتباعه لتعليمات مدير الساحة. And no marks for horse number 114. For type, 20, 90.5. 7 times 20. Sorry, 6 times 20 and 90 for the last score. الآن مع علامات المهر رقم 114 الهوية العربية 20, 19 ونصف 20, 6 مرات و 19. Head and neck. 5 times 90.5, 20, 90.5, 20, 19. الرأس والعنق 19 ونصف 5 مرات 20, 19 ونصف 20, 19. Body 18, 18.5, 18, 2 times 19, 18, 19, 18.5, 18. Legs 15, 14.5, 3 times 15. 15.5, 15, 16, 50.5, and 40.5, and for movement, 2 times 20, 90.5, 5 times 20, 90.5. The total marks for horse number 114, Lehon, owned by Al Jasmiya Farm from State of Qatar, is 93.07, second temporary place. ونستقبل المهر التالي على أرضية الميدان رقم 118 كل التوفيق. Here we have number 118. Now marks for horse number 115. For type, 2 times 90.5, 20. 3 times 90.5, 20. 20, 90.5. الآن مع علامات المهر رقم 115 الهوية العربية 19 ونصف مرتان 20. 19 ونصف 3 مرات 20 مرتان و 19 ونصف. Head and neck 20, 20, 90.5, 19. 4 times 90.5 and 19. الرأس والعنق مرتان 20, 19 ونصف 19, 19 ونصف 4 مرات و 19. Body 18, 17.5, 18, 18, 18.5, 3 times 18 and 17.5. الجسم 18, 17 ونصف 18 مرتان, 18 ونصف 18, 3 مرات و 17 ونصف. Legs 15.5, 15, 16, 3 times 15.5. 16, 15.5, 15. القوائم 15 ونصف 15, 16, 15 ونصف 3 مرات, 16, 15 ونصف و 15. And for movement, 2 times 90.5, 20. 6 times 90.5. الحركة مرتان 19 ونصف 20, 19 ونصف 6 مرات. إذن مع مجموع علامات المهر رقم 115 WF غاوين إنخيرو فيرابر سيماس من دولة إسبانيا 92.07 ليحتل المركز الثالث مؤقتا. Total marks for horse number 115 WF Gowan and it's owned by Angiero
Villabrel, Angero Villabrel Gimas from Spain is 92.07. ونشكر المهر رقم 118 ونستقبل المهر التالي على أرضية الميدان. يا مرحبا. Now with marks for horse number 118, type 20, 90.5, 20, 19, 20, 90.5, 90.5, and 2 times 20. مع علامات المهر رقم 118، إذا سوف نستكملها في هذه اللحظات ونشكر المهر رقم 120 ونستكمل مع علامات المهر رقم 118 الهوية العربية 20, 19 ونصف, 20, 19 ونصف مرتان. Head and neck 20, 2 times 90.5, 19, 20, 90.5, 19, 2 times 20. الرأس والعنق 20, 19 ونصف مرتان. Body 6 times 18, 18.5 and 2 times 18. Legs 15.5, 15, 15.5, 16, 2 times 15, 3 times 15.5. And for movement. Al-Haraka 19, 18.5, 19, 19.5, 19.5, 19, 2 times 19.5. إذن المجموعة علامة المهر 118 دي شرر ملك مربط دبي للخيل العربية 92.07. The total marks for horse number 118 دي شرر owned by Dubai Arabian Horse Stud from the United Arab Emirates is 92.07. إذن درجات تحكيمية استثنائية تدل على قوة المنافسة، قوة المستوى الفني هنا على أرض قطر، على أرض التراث، على أرض الأصالة، على أرض الحداثة، حدث عالمي بنكهة خليجية عربية. الكل يبحث عن الذهب والذهب غالي خاصة في أحداث كهذه. Ladies and gentlemen, the prize for the best head
goes to horse number 113, D. Shahar. إذن لقب أفضل رأس يذهب للمهر رقم 113 D. Shahar. مبارك الفوز. لدينا كذلك 6 فائزين في هذا الشوط. من تألق حضورا حركة وأداء هو من كان من بين الست الأوائل. سيداتي وسادتي، نستقبل على أرض الميدان المهر صاحب أجمل رأس، ونستقبل مالك هذا المهر الوسيم لمراسم التتويج. يتوج المهر دي شهار، وللمالك دبي أرابيان هورستد للإمارات العربية المتحدة السيدة نورا يوسف بوحليقة، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة كوميونيكيشن للعلاقات العامة والدعاية والإعلان. ألف مبروك أجمل رأس لدي شهار. And now, ladies and gentlemen, the top 6 winners for Class 5B. In the first place, 113, D. Shahar. والآن مع أصحاب المراكز الست الأولى. D. Shahar يقول لا أكتفي فقط بلقب أفضل رأس بل بالمركز الأول. ألف مبروك. Second place, number 114, Lahan. إذن المركز الثاني من نصيب المهر رقم 114 لهون. Third place, number 118, D. Shahar. المركز الثالث من نصيب المهر رقم 118 D. Shahar. Fourth place, number 115, W.F. Gowan. والمركز الرابع من نصيب المهر رقم 115 W.F. Gowan. Fifth place, number 110. باهي الجهام. المركز الخامس للمهر رقم 110 باهي الجهام. Sixth place 107 شجران الزعيم. والسادس المهر رقم 107 شجران الزعيم. مبارك الفوز، نبارك لهم ولملاكهم وحظ أوفر لبقية الجهات. على أرض الميدان الأمهر الستة الفائزين من شوط 5 بي، نستقبل ملاك هذه الأمهر الوسيمة، ولمراسم التتويج كان شوط 5 بي برعاية كوميونيكيشن.
ألف مبروك المركز الأول لدي شهار ولمربط دبي أرابيان هورس للإمارات العربية المتحدة. في المركز الثاني المهر لهان وللمالك مزرعة الجاسمية لدولة قطر. ألف مبروك. في المركز الثالث دي شرار وللمالك مربط دبي أرابيان هورس للإمارات العربية المتحدة. ألف مبروك. المهر الحائز على المركز الرابع WF غاون وللمالك انجيرو فيلابريه سيماس من اسبانيا. فيليسيداد. في المركز الخامس باهي الجهام ولمربط الجهام لدولة قطر. ألف مبروك. والمركز السادس للمهر شجران الزعيم لمربط الدواسر لدولة قطر. ألف ألف مبروك. ألف مبروك للفائزين وملاكها. ونشكر السيدة نورة يوسف بحليقة الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة كوميونيكيشن للعلاقات العامة والدعاية والإعلان. كان نشاط 5B برعاية كوميونيكيشن. نتوقف لتسوية أرض الميدان ونستأنف مع آخر شوطين لليوم إن شاء الله. And that concludes class 5B. Stay with us. We'll be taking a break for arena conditioning and a little bit of a touch of the skyline of Doha. And we'll be picking up with the last two classes for today.